يا ابني بطل بقى تكسر بقى، عيب بقى، عيب بلاش الشغل ده، عيب، كبرت على الحاجات دي. ما انت اللي بتفلق ومش عارف اجيبك. فلق ايه يا بس؟ اه شوف حرام. كفاره يا معلم. هزر 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 لذيذ. هات 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 يا لذيذ. عملت ايه يا لك؟ والله يا عم اكرم يعني ما كانش ليها لازمه السياح والشير ده اللي عملتها مع ابوك. ما كنت تصبر يا اخي، ما انا قلت لك مصطفى هيخرجنا. تخيل يا علي، عيل خيره ما قدرش يستحمل الحجز. لا يا راجل، يعني حد ما يستحملش الحجز ده؟ الحجز احلى حاجه في الدنيا. اه معلش انا اسف، انا عبيط ما استحملش الاسم. خير يا فادي فادي، هل انا غلطان ان انا جبت لك الموتوسيكل بتاعك هنا؟ وانا غلطان ان رديت عليك وجيت عشان اصلح عربيه صاحبتك؟ يا جدعان يا جدعان في ايه؟ الله، وبعدين خلاص يا عم نمره وعدت يعني.